ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روي فيتوريا بالإسكندرية ضمن استعدادات المنتخب خلال فترة التوقف الدولي. المعسكر بيعد هو الأول لفيتوريا مع منتخب مصر بعد ما تولى هذه المهمة خلفا للمدير الفني السابق إيهاب جلال. هيتم تقسيم المعسكر لمرحلتين، الأولى خلال الفترة من 13 ل 17، والمرحلة الثانية من 19 وحتى 27 سبتمبر. بيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال المعسكر مع نيجر وليبيريا يوم 23 يوم 27 سبتمبر الجاري، وبعدها بعد ما تلقى اتحاد الكرة قرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بتأجيل مباراتي الفراعنة مع ملاوي في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023. خلونا نتكلم بتفصيل اكتر وتحليل اكتر مع الاستاذ احمد فوزي العريان، رئيس تحرير موقع في الجول. استاذ احمد اهلا بحضرتك، وايه هي اخر التفاصيل عن معسكر المنتخب؟ اهلا بيك يا استاذ ساره، واهلا بكل المتابعين. الحقيقه طبعا هو المعسكر الاول زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لمنتخب مصر تحت قياده روي فيتوريا، ومن حسن الحظ ان الكاف قرر ان هو يؤجل مباراتي منتخب مصر امام ملاوي علشان يكون في فرصه اكبر لروي فيتوريا ان هو يتعرف على اللاعبين ويخوض بعض المباريات الوديه قبل ما نخش في اطار الاستحقاقات الرسميه. فزي ما حضرتك قلتي كده ان هو مقسم المعسكر لفترتين، الفتره الاولى اللي هي هتكون 4 ايام بس دي هتكون للتعرف فقط على اللاعبين، طبعا هيتخللها تدريبات ولكن هو هيكون تعرف للاعبين لان ده هيكون اللقاء الاول بين روي فيتوريا وهؤلاء اللاعبين، ومحتاج ان هو يتعرف عليهم حتى شخصيا ويشاهدهم عن قرب في التدريبات. اما الجزء الثاني من المعسكر هيكون كمان بوجود بقى المحترفين، لان المحترفين مش هيكونوا موجودين في الجزء الاول من المعسكر، وهيتخللهم مباراتين وديتين امام ليبيريا وامام النيجر. طبعا هو روي فيتوريا كان من الاول فضل ان هو يلاقي منتخبات ضعيفه المستوى في المعسكر الاول علشان يتدرج في المستوى ان شاء الله في المعسكر الثاني اللي هيكون في شهر نوفمبر او اكتوبر، يعني في اكتوبر ونوفمبر هيبقى في مباريات وديه اقوى منها مباراه اعلنت بالفعل هتكون امام منتخب بلجيكا، طبعا احد المنتخبات المصنفه عالميا، فيبقى تدرجنا في المستوى خلال الماتشات الوديه. ايه المطلوب من فيتوريا في هذا المعسكر او ايه اللي احنا منتظرينه منه؟ وهل اتحاد الكره هيديله فرصته بشكل كامل ولا ممكن نشوف لا قدر الله اقاله؟ بص، هو طبيعي ان هو مفيش مدرب بيقال سريعا، طبعا انا عارف ان احنا خارجين من تجربه ما حصلش فيها الطبيعي لما اقيل كابتن ايهاب جلال بعد 3 مباريات فقط منهم مباراه وديه، فده مش الطبيعي. الطبيعي ان انت لما بتجيب مدرب بتبقى جايبه وانت عارف ان هو حتى لو اخفق في البدايه فانت جايبه علشان مشروع ممتد لسنوات طويله، وده اللي حاصل المفروض دلوقتي مع روي فيتوريا. نكون اتعلمنا من درس ايهاب جلال ان احنا جايبينه من اجل كاس العالم 2026 بعد 4 سنوات، حتى العقد ما بيننا وما بين روي فيتوريا ممتد ل4 سنوات، فمفترض ان انت الهدف منك حاليا هو بدايه البناء الجديد لمنتخب مصر قادر على انه يكون قوي ومشارك قوي في كاس العالم، مش بس فقط التاهل. فايه المطلوب في ماتشين وديين قدام ليبيريا وقدام النيجر؟ اكيد محتاج ان انت تفوز وتفوز باداء ونتيجه مقنعين لاعاده الثقه للجماهير، لان الجماهير فقدت ثقتها في منتخب مصر خلال الفتره الاخيره بسبب سوء الاداء احيانا وبسبب سوء النتائج، وهذا هو الاسوء. طيب لو الاداء غير مقنع في اول مباراتين ولا حاجه؟ طبعا ده طبيعي، مش المفترض ان انت كمدرب جديد اول لما تمسك ان انت لو ما قدمتش اداء غير مقنع يبقى انت خلاص كده الاختيار السيء، المفترض ان انت لسه بتتعرف على اللاعبين، دايما بيقول لك ان انت في اول اختبار بيبقى لسه ليك عذرك، فطبيعي ان انت بتختبر طرق جديده قد تكتشف ان هي المناسبه وبالتالي الاداء يكون مقنع، او تكتشف ان هي غير مناسبه فيكون مطالب بتغييرها في المرحله الجايه. طيب من الاسماء الجديده اللي موجوده في القائمه مين ممكن يستمر مع فيتوريا؟ طبعا هو في اسماء كثيره لسه ما اختبرناهاش حتى على مستوى منتخب مصر، لان احنا اللعيبه ممكن تتالق محليا لكن لما تظهر في منتخب مصر ما تظهرش بشكل كويس. من ضمن الاسماء مثلا شادي حسين،
اللي انتقل حديثا للاهلي، احمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري، ناصر منسي اللي انضم مؤخرا من قبل ولكن لم يشارك، حتى احمد عاطف مهاجم فيوتشر اللي انضم وشارك في مباراه وديه قدام كوريا بس شارك لعده دقائق يعتبر ما شاركش. فكلها اسماء واعده ومنتظر منها المزيد الحقيقه في الفتره دي، واعتقد ان هي الماتشين الوديين التهليل هيكونوا فرصه لمنح الفرصه لجميع اللاعبين الجدد يعني. نعم. طيب هل تألق عواد، خلينا نروح على نقطه ثانيه، هل تألق عواد يهدد محمد الشناوي في المنتخب كحارس اساسي؟ طبعا لما تكون انت حارس اساسي لنادي بحجم الزمالك او الاهلي فانت بالتالي مستوفي كل الشروط ان انت تكون حارس اساسي لمنتخب مصر. محمد الشناوي لديه من الخبرات والرصيد اللي يخليه يحافظ على مركزه في الوقت الحالي كحارس اساسي لمنتخب مصر. ولكن ان استمر عواد في التألق، وان لا قدر الله يستمر الشناوي في المستوى المتذبذب اللي ظهر فيه في خلال الاشهر الاخيره، فبالتاكيد هيكون موقعه يعني مهدد. والاهم ان هو فعلا كويس ان يبقى في منافسه على المركز ده، عشان ما فيش اي حارس يحس ان هو ضمنه، لان طول ما في منافسه بيبقى مستوى الجميع في افضل حال، وبالتالي المصلحه بتعم على المنتخب المصري. طيب خليني اروح لكابتن محمد صلاح، ويمكن الناس بتتساءل عن تراجع مستوى ليفربول الى اي مدى ممكن يؤثر على محمد صلاح في المنتخب. بالتاكيد برضو اي لاعب لما بيكون مستواه مش كويس مع فريقه او مستوى فريقه بيكون مش كويس بيتاثر نفسيا بعض الشيء، ولكن هنا بتبقى الفيصل هو خبرات اللاعبين. اذا تحدثنا عن الخبره فبالتاكيد محمد صلاح لديه من الخبره ما يكفي للفصل ما بين اداؤه مع ليفربول واداؤه مع منتخب مصر، واللي بالمناسبه اداؤه مع ليفربول مش بهذا الاحباط. يمكن هي نتائج مش مساعده، ولكن صراحه على المستوى الفردي ليس بهذا السوء اللي بيمر به فريق ليفربول. كمان نتكلم على 24 فرصه. 24 فرصه بس يعني هو المعدل بتاعه، احنا بنتكلم ان هو جايب 3 اهداف حتى الان في الدوري الانجليزي، وهو اكثر من صنع الفرص لزملائه في الدوري الانجليزي. يمكن زملائه ما ترجموهاش لاهداف ولكن ده ما بيعيبش من صلاح، فبالتالي اعتقد ان صلاح قادر طبعا على التفرقه ما بين الحالتين، وان شاء الله يكون في قمه مستواه خلال الفتره الجايه معانا. طيب كل التوفيق طبعا يعني لمنتخبنا الوطني. بشكر حضرتك على هذه القراءه استاذ احمد فوزي العريان، رئيس تحرير موقع في الجول، شكرا لوجودك معانا.